فرق كبير بزاف، لان الدور ديال نسيمة مختلف تماما على الدور ديال عفاف. كيفاش غادي نشرح لك الظروف اللي عاشت نسيمة ماشي هما الظروف اللي عايشه عفاف. دونك ماشي بحال بحال. وي عاشوا صراعات من العائله ديالهم، ولكن صراعات من نوع اخر، والناس ملي غادي يتفرجوا في المسلسل غيفهموني علاش كنهضر. كنظن اي شخصيه كنلعب كتكون قريبه ليا في شي حاجه، ماشي غير انا، كاع الناس، لان ضروري كتلقى شي حاجه كتشبه ليك في هذيك الشخصيه. عفاف عنيده، انا عنيده ولكن ماشي مع عائلتي، يعني مع راسي. بعض المرات ما كنقدرش مع راسي ناخذ شي قرار، كنبقى نقول خصني نمشي هنا، يعني غير مثلا كنقول خصني نسبق هذه البلاصه هي الاولى، لا هذه الاولى، يعني مع راسي كنتلف وما كنقدرش ناخذ قرار واحد. اولا حتى الا خديت هذاك القرار كنقدر دغيا ندم، كنقول واكون غير درت هذه الحاجه في بلاصه هذه الحاجه. مهم، ما بغيتش نهضر بزاف باش باغي نجرو ليا لساني، ولكن ما غاديش نحرق المسلسل. انا كنغني، كيعجبني الغناء بزاف صراحه. مني كنت صغيره وانا كيعجبني نغني، فاش كنت كنقرا في المدرسه، فاش كنت صغيره ومني مشيت لافاك، كنت كنغني في الحفلات وداك الشيء كامل. كيعجبني الغناء، غير هو زعما ما غنقدر ان شاء الله نحترف كيف ما قلتي، حتى نزيد نتعلم اكثر ونعرف شي حوايج اكثر على الموسيقى، حيت ما بغيتش نجي وندير شي حاجه وما تكونش في المستوى، باش الا قدمت شي حاجه تكون زعما في المستوى باش تعجب الناس. يعني كان بامكاني من شحال هادي ندير بزاف ديال الحوايج في الغناء، ولكن من ديما كنت كنقول كنفضل نبقى غاده بشويه بشويه، دقه دقه، فهمتي؟ ما كنبغيش غير صافي، حيت انا ممثله وكيعرفوني الناس، اجي ندير الغناء حتى هو ديك الساعات، باش كنبغي داكشي بشويه بشويه، باش كل حاجه كيقولوا كل حاجه فوقتها كتكون مزيانه. في وسط التصوير وقعت واحد الحادثه، طحت وانا كنصور، ما كانش كيسحب ليا صراحه غنتهرس، حيت ما كانش كتبان ليا القضيه زعما صعيبه لديك الدرجه، ولكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. فاش مشيت للطبيب ودرت لا راديو لقيت بلي تهرست من رجلي، ولكن كملت التصوير واخا هكاك، لان كنت ماشي بزاف باش بديت، وما بغيتش الصراحه نستسلم. دونك بالمساعده ديال الفريق ديال المسلسل وبمساعده المخرج قدرت انني نكمل واخا كنت مهرسه وداك الشيء كامل، وكنتمنى ان شاء الله يكون داك الشيء داز زوين واخا في هذوك الظروف. Oh,